بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الكريم وعلى صحبه وأهله ومن اتبعه إلى يوم الدين. أعزائي طلاب الفرقة الأولى نظم معلومات والفرقة الثانية محاسبة وإدارة بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد في محاضرة مسجلة تبث عبر شبكة الإنترنت على موقع المعهد في مادة الإدارة العام. هذه المحاضرة هي المحاضرة قبل الأخيرة، وقد تكون الأخيرة على حسب تعليمات إدارة المعهد. المحاضرة السابقة تناولت فيها آخر فصل من فصول الإدارة العامة وهو الإصلاح الإداري، وقلت لك إن الإدارة العامة كمادة تدرس مهمة لك شخصيا. ليه؟ لأنك بتستخدمها في حياتك العامة، يعني أنت محتاجها تعرف إيه اللي فيه، تعرف شكل الدولة اللي أنت عايش فيه، تعرف شكل القرية اللي أنت عايش فيه، بتتبع إيه، ايه الخدمات اللي ممكن تقدمها لك الوحده المحليه، ايه طريقه او اسلوب الانتخاب اللي انت انتخبناه في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كل هذه الامور موجوده داخل كتاب الاداره العامه. وانا قلت لك ان كتاب الاداره العامه او ماده الاداره العامه سواء هتقراها او يعني تحصل عليها من الكتاب او اي مصدر اخر، دي عامل اساسي ومهم في ايه؟ في حياتك. عامل أساسي ومهم في حياتك. ليه؟ لأنها مرتبطة بعلاقتك اليومية بما يدور حولك. دي أهمية علم أو مادة الإدارة العامة، مش عشان احنا بندرسها في المعهد، لا، احنا بندرسها عشان نعرفك ما لك وما عليك. نيجي النهاردة هذه المحاضرة هتكون عبارة عن مراجعة عن مادة الإدارة العامة زي ما أنا قلت لك في المحاضرة اللي فاتت. هنراجع من البداية ونقول لك على الأماكن المهمة أو الموضوعات المهمة، وفي نهاية المحاضرة هنستعرض شكل أسئلة اللي هي هتجيلك في بنك الأسئلة وهتجيلك في امتحانات آخر السنة. أنا النهاردة على كتاب الإدارة العامة، أنا مش هجيب حاجة من برة ولا هقول لك على أي حاجة سواء هذا الكتاب. الكتاب ديت بيحتوي على ثلاث أجزاء. الجزء الأولاني الإطار العام للإدارة العامة، بيتكون من خمس فصول. الفصل الأولاني ماهية الإدارة العامة، مداخل الإدارة العامة، علاقة الإدارة العامة بالعلوم الأخرى، تطور الفكر الإداري، بيئة الإدارة العامة. أن نتكلم عن الإدارة العامة، ظهور أو تطور علم الإدارة كان نتيجة ايه؟ وشوف بداية الكتاب او اول حاجة، اول سطر في الكتاب بقولك ايه، ارتكز بداية ظهور وتطور علم الادارة العامة على تجارب وخبرات العاملين في مجال ايه؟ في مجال الادارة الحكومية والمنظمات العامة. يبقى اذا علم الادارة العامة له علاقة وثيقة او مرتبط ارتباط شديد المنظمات الحكومية أو منظمات الدولة. يبقى إذن هذا العلم كان له علاقة مهمة جدا. وجينا النهاردة قلنا لك إيه؟ أصبح علم الإدارة العام في العقود الأخيرة. خلي بالك اللي أنا بظلله ديت مش عملية كده، لا، أنا قلت لك خلي بالك من الكلام ده أو أصبح علم الإدارة العامة في العقود الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين من أهم العلوم في جميع الدول، بل أصبح القرن العشرين بيسمى إيه؟ قرن الإدارة العامة. ليه؟ عشان علاقة الإدارة العامة بالمجتمع، عشان كده اهتمت الدول بعلم الإدارة العامة. نيجي نتكلم في حاجة، ما إيه هي الإدارة العامة؟ تتسم الإدارة العامة بخصائص وأسس قانونية ووسائل علمية وتجريبية تميزها عن غيرها. ليه؟ يعني بيتميز علم الإدارة العامة
بأسس قانونية. النهارده لما بتيجي تشوف بيرصفوا طريق ماشي، بيعملوا لا مؤاخذة صرف صحي، بيعملوا كهرباء، دي كلها مرتبطة بإيه؟ بعلم الإدارة العامة، ومرتبطة بحياة البشر، حياة الإنسان. شايف المشروعات العملاقة اللي بتتعمل، شايف الشقق أو المساكن اللي بتتعمل، شايف مثلا البرولوس واللي حصل فيها، شايف بركة غليون وبيحصل فيه. يبقى إذا هذا العلم يتسم بخصائص وأسس قانونية، خدت بالك؟ وأسس قانونية وإيه؟ ووسائل علمية وتجريبية تميزه عن إيه؟ باقي العلوم الأخرى. جينا اتكلمنا عن إيه؟ أنا قلت لك في حاجة اسمها إيه؟ الإدارة. علم الإدارة كنشاط أو كممارسة قديم. قديم يعني إيه يا دكتور؟ يعني منذ بداية الخليقة، منذ وجود سيدنا آدم وستنا حواء على الأرض، كان لابد من هناك من وسيلة أو أسلوب. لما آدم وحواء نزلوا على الأرض، وأنتوا عارفين القصة كلها دلوقتي، لما وسوس لهم الشيطان وهم في الجنة وقال لهم كلوا من الشجرة دي، المهم الأمر الإلهي قال لهم انزلوا، وكانت لحكمة عشان نبدأ الإيه الخليقة. فكان لابد من أسلوب عشان آدم وحواء والذرية بتاعتهم بعد كده اللي هو إحنا نتعامل، فكان لابد من حاجة تنظم نشاطهم، فكانت الإدارة. يبقى إذن الإدارة كممارسة قديمة وكعلم حديث بدأ مع إيه؟ مع بدايات الثورة الصناعية 1850، واللي هنتكلم عليها بعد كده. جينا اتكلمنا بعد كده بقى عشان نأكد، قلنا في الحضارة السومرية والحضارة الفرعونية والحضارة الصينية والحضارة البابلية، خدت بال حضرتك، والحضارة الإسلامية آخر حاجة. كل ديت بتؤكد وجود علم الإدارة والإدارة العامة. وبقولنا إيه بقى؟ وبذلك يكون ظهور علم الإدارة كنشاط ظهر مع الجماعات والقبائل، يعني مع بداية الخليقة، لتنفيذ الأعمال وتحقيق الأهداف المشتركة. يبقى إذن علم قديم كممارسة، وحديث كعلم. يبقى هو الإدارة، ركز معايا، كممارسة يعني الناس استخدمته قديم، ولكن علم في الكتب وبدأ يتطور كان مع بداية الثورة. قلنا لك في نوعين، في إدارة عامة وإدارة أعمال، public administration وبزنس مانجمنت. public administration ديت الإدارة العامة، public يعني عام، administration يعني إدارة، أما بزنس مانجمنت، بزنس أعمال، مانجمنت يعني إدارة. يبقى إذن الإدارة العامة خدت بالك عرفناها، وإدارة الأعمال عرفناها، ولكن يعتبر نشاط الإدارة كنشاط أو نظام إداري هي الأسبق تاريخيا من إدارة الأعمال. ليه؟ ليه؟ برضو عاوزك تبقى تعرف ليه، يعني مش أي كلام كده، لأن مع بداية الخليقة أو تكوين بعد كده الدولة، شكل الدولة، كان لابد من تنظيم أمور. يبقى إيه؟ استخدمنا علم الإدارة العامة، لأن علم الإدارة العامة هو العلم المسؤول أو المنوط بتنفيذ السياسة العامة. يبقى إذن تعتبر الإدارة العامة كنشاط أو كنظام إداري هي الأسبق تاريخي. طب اتأخر ليه؟ هنا برضو مكان سؤال، والكلام ده أنا قلته لك قبل كده أهو. عدم اهتمام العلماء والمفكرين، ما اهتموش بعلم الإدارة العامة. اتنين، ندرة السكان وقلة العاملين. يعني ايه؟ النهاردة احنا بنشوف شكل الدولة بقت 100 مليون وتجاوز، لو شفناها من 50 60 سنة هنلتقى 50 مليون او 40 مليون، اما لو شفناها من 1000 سنة كان هيبقى العدد بسيط. حداثة علم الادارة ليه؟ لانه مواكب العمل الاداري كان يخضر لاعتبارات سياسية. مصطلح الادارة العامة قلت لك public administration، public الإدارة، ويقصد بها النشاط الخاص بالتخطيط، الإدارة أهو اللي هي الأدمنستريشن، ويقصد بها النشاط الخاص بالتخطيط والتنظيم والتوجيه وتنمية الكفايات والرقابة لتحقيق الأهداف بأعلى كفاءة ممكنة. دي إيه تعريف كلمة الإدارة. أما العامة هي النشاط اللي هي بابليك، هي النشاط الإدارة الذي يرتبط بالوظائف أو بالأنشطة المتكاملة،
والمرتبطة بالسياسة العامة للدولة والتي تقوم بها السلطة التنفيذية بوحداتها الإدارية المختلفة وترتبط بتنفيذ السياسة العامة للدولة. في تعريفات مختلفة؟ في تعريفات مختلفة للإدارة العامة. ليه؟ لأن الإدارة علم من العلوم الإنساني أو الاجتماعي اللي بيتطور مع تطور الزمن. قلت لك في نوعين هناك من العلوم، علوم إنسانية واجتماعية وعلوم طبيعية. العلوم الإنسانية زي إيه يا دكتور؟ زي الإدارة، زي الاقتصاد، زي المحاسبة، خدت بال حضرتك؟ زي أي علوم من العلوم المرتبطة بالإنسان. الفرع الثاني من العلوم أو النوع الثاني أو التخصص الثاني هو علم العلوم الطبيعية. زي إيه؟ زي الرياضة. زي إيه تاني؟ زي الإحصاء. زي إيه؟ زي الفلك، زي الكيمياء. هذه العلوم لا تتطور بل يتم اكتشاف حاجات تانية. يبقى الفرق بينهم ان العلوم الانسانية او الاجتماعية اللي في الادارة فرع منها بيتطور مع تطور الزمن، لذلك لا يوجد تعريف محدد. كل باحث او كل واحد متخصص ممكن يعمل تعريف. احنا قلنا النهاردة زي ما اتكلمنا كده administration كلمة أصلها لاتيني. لاتيني يعني إيه؟ يعني مصطلحات لاتيني أصلها لاتيني. أد بمعنى تو، لما جيت نترجمها للإنجليزي. منستر بمعنى سيرفيس يعني خدمة. لما نحط تو جنب سيرفيس تبقى تو سيرفيس، أي الخدمة على أساس أن من يعمل بالإدارة يقوم بخدمة الآخرين. وبابليك يعني عامة، يبقى خدمة عامة. دي أول تعريف. قال لك في علاقة بين الإدارة وعلم السياسة، عشان كده في واحد اسمه وايت، جيفري، ميرشال، كل دول، وودرو ويلسون، خدت بالك؟ دول كل ناس علماء قالوا اتكلموا في الإدارة وعرفوها بأنه عملية تنسيق جهود العاملين الجمعية والموارد المادية من أجل صنع وتنفيذ السياسة العامة للدولة بما تحقق الصالح العام وتحقيق التنمية الشاملة أو تنفيذ السياسة العامة للدولة ككل، والتي ترسمها وتضع خطواتها للمنظمات المختلفة. الإدارة كنشاط، عرفها كنشاط أو كوظيفة. واحد اسمه جيلدن سيمون، وبعدين في بعض التعريفات الكلام ده، الربط بين الإدارة العامة والأجهزة الإدارية. ولكن النهاردة في مدخل حديث للإدارة العامة أو في تعريف، قلنا هي النشاط الذي تتولاه منظمة عامة ويقوم على تنظيم إدارة الموارد البشرية والمادية من أجل تحقيق الأهداف العامة وتنفيذ السياسة العامة للدولة. التعريف ده بيشمل جانب موضوعي وجانب عضوي. الموضوعي خدت بالك اللي هي الوظائف الإدارة اللي هنتكلم عليها أو وظائف العملية الإدارية. أنا سبق اتكلمت معاك وقلت لك لا يوجد فرق بين العملية الإدارية ووظائف الإدارة. ولو قلت لك وظائف الإدارة هي العملية الإدارية، ولو واحد قال لك لا قول له لا كده. قال اللي بقى إذن الجانب الموضوعي إن هو مرتبط بالعملية الإدارية، والجانب العضوي اللي هو الجهاز الإداري اللي بيقوم بتنفيذ السياسة العامة. تالت حاجة نشاط الإدارة العامة، وظائف السلطة التنفيذية اللي عندكم في البلد، العمل داخل السلطة التنفيذية في مجموعة عوامل انتشار الإدارة العامة. الإدارة العامة انتشرت ليه؟ أول عامل كان تغير دور الدولة. إيه تغير دور الدولة دي؟ الدولة الأول كان دورها محدود، كان مسماها الدولة الحارسة، لها وظائف معينة محددة، الأمن والدفاع والعدالة. أما النهاردة الدولة تغير دورها، زي ما أنت شايف بتعمل خدمات عامة، بتشايف أنت شايف المشروعات القومية، أنت شايف بقى بتشتغل في النشاط الاقتصادي، بركة غليون، السمك، ولو رحت أنت هناك المحور قناة السويس. يبقى إذن تعددت وتنوعت وتغيرت وظيفة الدولة، فكان لابد من انتشار أو هيمنة الإدارة العامة. بيئة الإدارة العامة، في عندي بيئة سياسية، يعني ما نيجي نتكلم في بيئة سياسية اللي هي الحياة السياسية اللي احنا شايفينها، ومثلا رئيس الجمهورية أو السياسة اللي بتتبعها الدولة دي نوع من. وبعدين في البيئة الاقتصادية، وبعدين البيئة القانونية كالحقوق الدستورية. أما البيئة الاقتصادية
المتغيرات الاقتصادية وانت عندك سيه. تالت حاجة تطور الفكر الإداري. النهاردة حصل تطور الفكر الإداري. كان واحد 1886 كان واحد اسمه وولسون، دي أول واحد اتكلم في الإدارة العامة. وجي بعد كده واحد تاني اسمه وايت اتكلم في 1926. التطور العلمي والتكنولوجي، انت شايف النهاردة ايه اللي بيحصل في المجتمعات والقفزات اللي بتتطور دايما. الأمراض الوظيفية زي الفساد الإداري زي الإهمال. وظائف الإدارة العامة لها 4 مجموعات من الوظائف. وظائف سيادية يعني إيه؟ يقول لك ده راجل تابع وظيفة سيادية، دي بيشتغل في وظيفة سيادية. زي إيه؟ الخارجية زي الداخلية، خدت بالك؟ الخارجية زي وظيفة الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية. الداخلية زي الشرطة. وظائف سيادية أخرى زي الجماعة اللي هم شغالين في مجلس الشعب والشيوخ. المجموعة الثانية وظائف اقتصادية. أنا قلت لك عندنا 3 أنواع من السياسات الاقتصادية، خدت بالك؟ أول حاجة سياسة مالية، دي مسؤولة عنها وزارة المالية. تاني حاجة سياسة نقدية، دي مسؤولة عنها البنك المركزي. سياسة اقتصادية مسؤول عنها وزارة الاقتصاد. إصدار النقود ديت من وظائف السيادي اللي هي الاقتصادية. الأنشطة الاقتصادية اللي زي المناجم والغاز اللي احنا شايفين عليه النهاردة، التنسيق العام بين الاقتصادية والمالية والنقدية. ودي لازم أن تعرف كطالب جامعي وراجل هتخرج ان في الدولة توجد 3 سياسات اقتصادية. السياسة الاقتصادية بتختص بها وزارة الاقتصاد، السياسة المالية بتختص بها وزارة المالية، السياسة النقدية بتختص بها البنك المركزي. المجموعة الثالثة الوظائف الاجتماعية، الأنشطة الاجتماعية. قلت لك ايه؟ بنتكلم عن النواحي الاجتماعيه زي ما انت شايف. المجموعه الرابعه الوظائف التعليميه. يبقى في 4 انواع. اهميه الاداره العامه، ليه الدوله اتدخلت في الانشطه؟ ظهور نماذج واساليب حديثه من الاداره، استخدام الاساليب العلميه، اختيار القيادات، علاقات اداره المنظمات. خدت بال حضرتك خصائص الاداره العامه يعني ايه؟ يبقى اذا الاداره العامه دي بتتميز بخصائص تميزها عن العلوم الاخرى. زي ايه يا دكتور؟ تقديم خدمات للمواطنين. النهاردة الإدارة العامة هي المسؤولة عن تقديم الخدمات. عشان قلت لك كده يبقى يوجد فرق بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال. الإدارة العامة تقدم خدمات، خدت بالك، للمواطنين. إدارة الأعمال هدفها الربح. الإدارة العامة ليس هدفها الربح. يبقى إذن خصائص تقديم خدمات المواطنين في الدولة بجودة عالية، التزام المواطنين بقرارات وتعليمات الدولة. زي إيه؟ زي ما جم يشق الطريق اللي موجود عندكم في بين المحل، فكان لابد من نزع الملكي. لابد النهاردة ان دي قرار من قرارات الادارة العامة، يجب المواطنين يلتزموا بنزع الملكية عشان نشق الطريق للصالح العام. الانشطة التي تنفذها الادارة العامة لها الاولوية. يعني النهاردة زي ما اتكلمت قلت لك على نزع المسؤولية. الادارة مسؤولية سياسية. ليه؟ لانها هي المسؤولة عن تنفيذ السياسة. صعوبة تقديم منظمات الإدارة العامة، صعوبة تقييمها. يعني أنت دايما شايفين إحنا غير راضيين تماما عن ما تقدم الدولة وقاعدين نشتكي، يبقى ليه بيبقى يصعب تقييم؟ القيم والأخلاق، المحافظة على حقوق المواطنين. علم الإدارة العامة تطور، وزي ما أنا قلت لك وإحنا اتكلمنا بسرعة كده، وودرو وولسون دي أول واحد قام، ومن أول الناس 1887. هوايت جه بعد كده وعمل كتاب 1926. سيمون بعد كده اتكلم في السلوك الإداري 1947. روبرت دال 1947. جون جاويس 1948. جيمس فيسر. دي لازم تعرف الحاجات دي انت 1949. ويوجد العديد من العلماء. نشاط منظمات المستقبل، احنا هنتكلم بقى ايه مستقبل الاداره العامه. الاداره العامه قلت لك القرن العشرين اصبح اسمه قرن الاداره العامه. يبقى اذا نشاط مستقبل او نشاط منظمات المستقبل المعالم الاساسيه للاداره العامه. هل هناك علاقه بين علم الاداره العامه والعلوم الاخرى؟ ولكن قبلها قلنا الاداره علم والاداره فن. الاداره علم، خدت بالك، عشان ايه الاداره علم؟ فالإدارة علم تكون عندما تدرس الظواهر الإدارية باستخدام الأساليب العلمية،
وتنطوي على وجود خلق قوانين والمبادئ ذات الطابع الموضوعي التي يمكن أن تتولى تطبيقها بصورة مضطردة. هذا ما أكده الفريق الأول. قال لك الإدارة فن. فن يعني إيه؟ آسف. وهذا يأتي دور القيادة في التنظيمات لتظهر براعتها الفنية. يعني أنا راجل فنان، عندي مواهب، عندي إمكانيات، فأنا بتكلم على هنا. يبقى الإدارة فن، دي مطلوب تعرفها جدا، والفرق بين الاتنين. ولكن قال لك إن الإدارة إيه؟ علم وفن. هل هناك علاقة بين الإدارة والعلوم الأخرى؟ الإدارة علم من علوم السياسة، أو لها علاقة بعلم السياسة. ليه؟ الإدارة العامة بتنفذ السياسة العامة، يبقى علم الإدارة العامة فرع من العلوم السياسية. وقال لك هنا، شرح لك إزاي، وأتمنى إن أنت تقرأ الحاجات دي كويس. الربط بعدين. النهاردة بنتكلم على الإدارة العامة وإدارة الأعمال. إيه الفرق بينهم؟ اللي هي إحنا قلنا الإدارة العامة بتقدم خدمات للمواطنين بدون ربح. يعني النهارده بيحصل لنا اي ظروف، بنبلغ مطافي، بتيجي المطافي تطفي الحريقه، المطافي دي بتأدي خدمه. حادثه على الطريق، الاسعاف بتيجي تشيل، ما بتاخدش فلوس، بتخش مستشفى كفر الشيخ العام. اما لو انت رحت بقى مستشفى خاص بتاخد فلوس. يبقى دي نقدر نبلوره في ايه؟ ان الاداره العامه تؤدي خدمات بدون ربح. اما النهارده انت ما تروح مستشفى خاصه، العربيه الاسعاف هتنقل لك، هيدي لك فاتوره، ايه هتخش الاستقبال هيقول لك لا ادفع لك 10 20 الف جنيه. ليه؟ لان دي مستشفى خاص، اللي هي بزنس مانجمنت. اما بابليك ادمنستريشن اللي هي زي مستشفى كفر الشيخ العام والمستشفيات ديت، يبقى لا تؤدي. يبقى النهارده في فرق. في فرق، والفروق دي موجوده قدامك كامله اهيت. وفي فرق بين في فرق اهو. ولكن جينا في الاخر، وبذلك الاداره العامه واداره الاعمال ماشي علمان مختلفان في الشكل متفقان في الجو. هما مختلفان في الشكل، دي شكل اداره عامه ودي شكل اداره اعمال، ولكن متفقان في الجوهر، لان الاداره عمليه مشتركه لكافه الانشطه العامه اللي والخاصه. يبقى اذا متفقان في الاداره العامه متفقان في الجوهر، مختلفان في الشكل. دي بيأدي بيعمل على تحقيق ربح. ودي هل هناك علاقة بعلم القانون؟ النهارده لما تيجي تعمل أي مخالفة يقول لك حاسب في اسم القانون الإداري اللي بنظم عمل الإدارة العامة. نيجي اتكلمنا بعد كده علم الاقتصاد. طبعا النهارده أنت عندك أنشطة اقتصادية، عندك مثلا محطة البرورس بتاع الكهرباء، عندك بركة غليون، كل الكلام ديت أمور اقتصادية. يبقى إذا الإدارة العامة اللي هي الدولة أو المحافظة لها علاقة بهذه المشروعات، وهي مشروعات اقتصادية، فلازم تكون هناك علاقة بين الإدارة العامة. وعلم النفس النهاردة متدخل في كل شيء، النهاردة علم النفس الاجتماعي، ودي مهم جدا عشان نقيم سلوكيات العاملين. جينا اتكلمنا بعد كده مداخل أو مدارس، قلنا في مدخل اسمه المدخل القانوني، من خلال النواحي القانونية أو التصرفات القانونية. هل دي مدخل من مداخل الإدارة العامة؟ ليه؟ لأن القانون مليان، خدت بالك، مواد بتنظم عمل الإدارة العامة. المدخل الثاني اسمه المدخل الإداري أو العملية الإدارية اللي هي وظائف الإدارة. يبقى إذن دي برضه المدخل التنظيمي أو الهيكلي، وقلت لك لازم تعرف المداخل. خدت بال حضرتك؟ والمدخل بعد كده الرابع اتخاذ القرارات، وقلت لك تركز لي. وبعد المدخل الخامس السلوكي، خدت بال حضرتك؟ والمدخل السادس نظرية النظم، ودي مهمة جدا بالنسبة لك عشان تعرف انت كطالب تعرف نظرية فيها مدخلات. يبقى يطرح من هذا الشأن العام وقنوات النظارة الإدارة العامة المدخلات اللي هي في مدخل النظم، وهي كافة العناصر التي ترسل من البيئة الخارجية إلى عملية التحول داخل النشاط الإداري، وتشمل احتياجات ورغبات المواطنين. دي المدخلات. وبعد كده العمليات تقوم بترجمة وتحويل، ده نقول مخرجات بتاعة الإدارة العامة، الخدمات والتنظيمات السلوكية. وجينا اتكلمنا على المدخل السابع، المدخل المقارن، وجينا قلت لك أهم شيء في برضه تقرأ دي كويس. يتضح من المدخل المقارن أنه لا يوجد نظام أمثل لدراسة علم الإدارة العامة. يبقى لا يوجد نظام أمثل لدراسة علم الإدارة العامة.
باعتبار ان نظم الاداره العامه في الدول المختلفه هي نتاج الظروف البيئيه، وهذا المدخل من المداخل الحديثه لدراسه علم الاداره العامه، لانه يقوم على دراسه العمليه الاداريه بين دولتين او اكثر بهدف الوصول الى قواعد اصوليه يمكن تطبيقها والاستفاده منها للنهوض بمستوى الاداره العامه، ومعرفه أفضل الطرق والأساليب لتحسين وظيفة. لذا لا يمكن، ركز كده، لذا لا يمكن الاعتماد على مدخل واحد في دراسة علم الإدارة العامة، بل يجب الاعتماد على أكثر من مدخل. ركز تاني، والكلام ده أنا قلته في المحاضرة، أنا براجع لك دلوقتي لأن دي أماكن امتحانات أسئلة. لذا لا يمكن الاعتماد على مدخل واحد في دراسة علم الإدارة العامة، بل يجب الاعتماد على أكثر من مدخل مع التركيز على المدخل المناسب، لأن الاعتماد على مدخل واحد يؤدي إلى عدم الفهم الحقيقي للمشكلات الإدارية وعدم التوصل إلى الحل المناسب. ومناهج الإدارة العامة ليست متعارضة مع بعضها البعض، بل هي مكملة لبعضها، ويجب الاستعانة بها عند دراسة علم الإدارة العامة. فجميع المداخل التي تم تناولها مكملة لبعضها البعض. يبقى المداخل السبعة مكملة، سواء البيئي أو القانوني أو النظم أو السلوكي أو الاقتصادي أو الإداري، كل هذه المداخل مكملة لبعض. جينا اتكلمنا عن تطور الفكر الإداري. إيه هو الفكر الإداري؟ اللي هو العمل الإداري اللي هو تم تطور الفكر الإداري. عشان كده لما جينا نتكلم في لماذا تأخرت ظهور علم الإدارة العامة، قلنا إنه لم يواكب تطور الفكر الإداري، واتكلمنا عن ثلاث نظريات. قلنا في عندنا المدرسة السلوكية الكلاسيكية اللي هي التقليدية، كلاسيك سكول وبهافر وومن ومودرن سكول، دول الثلاث مدارس عندنا. قلنا المدرسة الكلاسيكية اللي هي القديمة بتتكون من ثلاث نظريات. النظرية الأولى الإدارة العلمية، كان الراجل الرئيس بتاعها كان من 1900 إلى 1925 فريدريك تايرور، هو بسموه إيه؟ الأب الروح. خلي بالك، الأب الروح للإدارة. ليه؟ لأنه هو اللي وضع الأسس بتاعة الإدارة. اسمها الإدارة إيه؟ العلمية، وساينتيفيك مانجمنت ثورد، ماشي. يبقى دي الإدارة العلمية. قلنا على الراجل ده قام على ايه؟ شوية تجارب، هو شاف كده، والراجل كان مهندس والكلام دي. الراجل عمك تايلور ديت زي ما احنا بنقول اهوت، كان راجل ايه؟ شغال في الايه؟ في امريكا، خدت بال حضرتك؟ وقام جاي عمك اسمه فريدريك تايلور، الاب الروحي للإدارة، واحفظ الكلام، ماشي. هو اسمه فريدريك نيثلو تايلور، عشان لو عاوز تحفظ اسمه ثلاثي يمكن تعمل له محضر ولا حاجه ببلاكم. يبقى اذا الراجل ديت خدت بالك، ولد 1856 بولايه فيلاديفيا بامريكا. يجي النهارده الراجل ده كان شغال في شركه حديد وصلب، مهندس، يعني دماغه ايه؟ عنده فكر هندسي او فني. يبقى اذا اشتغل على مجموعه من التجارب. اول حاجه تجربه رفع الكتله المعدنيه، ملائمه ادوات الانتاج، تغذيه الالات. لو انت بصيت على الشغل بتاعه او الادوات بتاعته كلها ايه؟ هندسيه او فني. المشكلات قال لك لا لا لا، ده العمال دول بتامرهم وايه يعني بيستهبلهم، العمال مش عارفين شغلهم، ما فيش معايير واضحه للانتاج، العمال دول بيتعبوا بسرعه. يبقى اذا الراجل دي حطوا مجموعه من القواعد اشتغل عليه، وعشان كده عمل ايه؟ من المبادئ بتاعته الاداره علم، له اسس وقواعد، وقلت لك ازاي الحاجات دي. العامل يشبه الاله الانتاجيه، مبدا تقسيم العمل، تحديد قعد هذا الرجل اتكلم على مبادئ الاداره العلميه. خدت بالك؟ في هنا عندي 14 بالنسبة له لمبادئه، في حاجة خلي بالك في 14 مبدأ تانيين مهمين، ولكن وجهت لهذا الرجل انتقادات. يبقى اذا من المبادئ بتاعت هذا الرجل احنا قلنا اهوت، الادارة علم، العامل يشبه الالة، تقسيم العمل، الاشراف، العقلانية، في طرق افضل،
تعاون الإدارة، الأجر بالقطعة، الأساليب العلمية، وهكذا. أنا عاوزك تعرف لي اللي مبادئ الانتقادات. ابتدأ في هو ركز على العامل ورمى كل المشاكل على العامل، ماشي. الانتقادات قال له لا ده الشغل ديت او النظرية دي تطبق على المصانع الصغيرة او الورش. حصل مش مشاكل بين العاملين واصحاب العمل، الحوافز هنا مجموعة من الانتقادات عندنا همت جه. وفي ناس ايه اشتغلت مع الراجل ديت، شارلز باخ، فرانك جيلبرت، هنا ريغان، كل دول ناس اشتغلوا معاهم وجات نظرية الإدارة العلمية. النظرية التانية اسمها التقسيمات الإدارية أو المبادئ الإدارية اللي هي administrative principally، هي قدامك. الراجل دي اسمه ايه بقى؟ هنري فايول. دي مهندس فرنسي ولد 1841، وكان شغال برضه في شركة تعدين وكان مهندس. ان في فرق بين الاثنين، اعتمد تايلور على الدراسات التجريبيه، ماشي، بينما اعتمد فايول على الخبره. ركز تايلور على تقييم العمل وعلى اداره الورش والمصانع، ولكن خدت بالك دي اتكلم عن الاداريين. عمك دي بقى من الحاجات الاساسيه اللي هو عمك فايول عملها، قال لك قسم نشاط المنظمات الصناعيه، وانا قلت لك الكلام ده يتحفظ زي ما انت حافظ. اعمال فنيه تكنيكال، اعمال تجاريه كوميرشال، فاينانشال، اعمال ماليه، اعمال الوقايه سكيورتي، اعمال المحاسبيه اكاونتنج، ست اعمال، اعمال اداريه مانجرال. يبقى اذا قسم فايول النشاط المنظمات الصناعيه الى ستة انشطه: فنيه، تجاريه، ماليه، الوقائيه، محاسبيه، اداريه. المبادئ قسمها 14. خلي بالك قلت لك هناك فرق بين المبادئ والوظائف. المبادئ لما اجي اقول لك المبادئ 14 مبدأ: تقسيم العمل، السلطة والمسؤولية، النظام والتأديب، وحدة الأمر، وحدة التوجيه، المركزية، سلسلة تدرج السلم، الترتيب، العدالة والمساواة، ثبات العاملين، روح الابتكار، روح الفريق، المصالح الشخصية، مكافأة العاملين. يبقى إذا في 14 مبدأ حطهم فايول، وقسم نشاط المنظمات الصناعيه الى سته، دي كلها ايه. هنا بقى في الاثنين اتفقوا على ايه؟ استقرار العاملين، المبادره، الروح الجماعه، نتائج النظريه الاداريه، الاهتمام بالعاملين. تاني كان تايلور يعني ضاغط على العاملين، اما فايلور قال له لا استنى، مش عاوزين نرمي كل حاجه على العمال، لازم نهتم بالعاملين، الاهتمام بالنشاطات الاداريه، الإدارة التنظيمية، اتكلم على الاهتمام الكافي بحركة العمال. برضه في مجموعة من العمال خدت بالك ساهموا في وضع النظرية، وفي النظرية بعد كده النظرية البيروقراطية، قلت لك دي مهمة جدا. بيروقراط ديت مصطلح مشتق من بيرو يعني مكتب، قراط يعني حكم، وديت حكم المكتب. المصطلح اسمه بيرو يقصد به اللون المعتم، وقراط فهو كلمة كلمة يونانية، حكم المكتب. عاوزك تعرف لي كلمة الديمقراطية. واحد اسمه كان اسمه ماكس فيبر. ماكس فيبر كان راجل ألماني وعالم اجتماع، وكان من أسرة زي ما بيقولوا كده شم نفسها، من أسرة غنية. وكان من 1864 ل 1920 وأسس النظرية وقامت على إن السلطة، قسم السلطة إلى السلطة الكاريزمية يعني عنده كاريزما، والسلطة التقليدية. يبقى قسم السلطات إلى ثلاثة، والسلطة القانونية. يبقى السلطة الكاريزمية اللي هو مشتقة من كاريزما يعني من صفاته الشخصية. التقليدية الشيء العادي، قائد اللي هو نتيجة توارث السلطة، أبوه كان عمدة والكلام ده. أما السلطة الكاريزمية زي ما مثلا قلت لك عبد الناصر، نيلسون مانديلا، دي في صفات. يعني يبقى قسم السلطه الى ثلاث انواع تبع الكاريزما او كاريزميه: السلطه التقليديه والسلطه البطوليه. في نموذج بيروقراطي، في نموذج خصائص توزيع العمل، التخصص، تسلسل السلطه، تعيين الموظف، طرق الاداء، التدوين الكتابي، الاحتراف الوظيفي، ايجابيات، فيها الى ايجابيه،
تطبق على التنظيمات الحكومية الكبيرة، ما تطبقش على المناطق. ايه؟ لان هي دي النظرية اللي ايه اهتمت بها ألمانيا بعد الحرب، تطبق على تنظيمات التسلسل السلطوي. هنا في نماذج، في نماذج، وكل الكلام ده احنا استعرضناه في المحاضرة. وفي مزايا المدرسة، قلت لك كل في نهاية مدرسة لها مزايا وعيوب، توجد العديد من المزايا. المدرسة الكلاسيكية، التأكيد على الإدارة على إنها مهنة، تحضير عناصر وظائف العملية الإدارية، وضع مجموعة من المبادئ العامة والضرورية، تقديم إطار نظري واضح ومحدد لمفهوم التنظيم، التصدي لمشكلات اللي حصلت أثناء الفترة. الانتقادات، أهم الانتقادات، اعتبار العالم آلة بيولوجية. يعني ايه؟ يعني زي تقول لك حاجه مكنه، آلة، دي من ضمن الانتقادات. اعتبار الوظيفه او الوحده الاساسيه للتنظيم التركيز على النواحي الفنيه، اهتم بالنواحي الفنيه، الاعتماد على الاجراءات الرسميه واغفال الجوانب الاجتماعيه والسيكولوجيه، تعدد التعليمات واللوائح وقواعد العمل ودراسه حركه الزمن. اعتبار المنظمه نظام مغلق مش مفتوح. النظام المغلق هو الذي ايه لا يتاثر، اما المفتوح هو اللي ايه يتاثر. ودي كانت من اهم النظرات. هنقف بعد كده ونكمل في المحاضرة التانية المراجعة، ولكن احنا كده خلصنا جزء من المراجعة، كده نعتبر نص ايه المادة، وبعد كده هنكمل. ولكن انا هبتدأ استعرض لك برضو بعض ان المقاطع. في احنا جينا نتكلم عن بسرعة كده برضو حاجات جميلة، هي تعريف الإدارة، مدخل تقليدي، أداة ايه أداة سياسية محدودة، يعني مدخل حديث تشكيل السياسة العامة. يبقى المدخل التقليدي كان تنفيذ، أداة تنفيذية، ولكن هو هنا في المدخل الحديث في علم الإدارة ايه دخل في الناحية التشكيلية أو في أساس. هنا ايه في المدخل المحدود، ربط الإدارة العامة بالسياسة والنشاط الإداري والأجهزة، مزيج متكامل من الأدوار لتلبية احتياجات المجتمعات المعاصرة. ديت هنا بقى زي ما قلت لك ويلسون وهوايت والناس دي، جالدن، وهنا الناس اشتغل. تعرف الإدارة العامة مجموعة الوظائف، أهيت الراجل أهوت الله ربنا يكرمه الله يرحمه، دي من أحسن الناس اللي كتبت في علم الإدارة، اللي هو الدكتور المغربي، خدت بالك؟ مجموعة الوظائف والعمليات الإدارية المتكاملة والمتفاعلة التي تمارسها منظمات الدولة بهدف تحقيق الصالح العام للمجتمع مع مراعاة العوامل والمتغيرات البيئية. دي من أحسن التعريفات، مجموعة الوظائف والعمليات الإدارية المتكاملة والمتفاعلة التي تمارسها منظمات الدولة بهدف تحقيق الصالح العام للمجتمع مع مراعاة العوامل والمتغيرات البيئية. من احسن التعريف، شامل وجامع، قدامك اهوت وممكن تحفظ. عناصر تعريف الإدارة، مجموعة من الوظائف والعمليات الإدارية، تكامل الوظائف الإدارية التي تمارسها المنظمات والدولة، الاهتمام بالجانب العضوي في الإدارة، هدف الإدارة العامة تحقيق الصالح العام للمجتمع، الاهتمام بالعوامل المتغيرات. يبقى ديت عوامل متغيرات البيئة، اللي هي ايه؟ اللي هي عوامل متغيرات البيئة اللي هي وظائف الإدارة، هي تخطيط، تنظيم، القيادة والرقابة. مسؤوليات الإدارة العامة، المساهمة في وضع وتشكيل سياسات الدولة، التحقق من السياسات العامة وتنفيذ. يبقى النهاردة مسؤولياتها هي الراجل مبسطالة، المساهمة في وضع السياسة وتشكيل السياسة العامة للدولة قبل تشكيل السياسة العامة وبعد سن ايه بعد سن القوانين، والنهاردة التحقق من السياسة العامة، التأكد منها وتنفيذها، اللي هي المهام السيادية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، اللي احنا قلنا لك دي مسؤولياتها واللي هي اتكلمنا عليها. المهام التي تمارسها، المهام السياسية اتكلمنا، الخارجية كالدفاع والأمن، داخلية كالشرطة والقضاء، المؤسسات السيادية كالإعلام والانتخابات ومجلس الشعب والشور. المهام الاقتصادية، إصدار النقود، تنظيم سائر الأنشطة، تنظيم سائر الأنشطة الاقتصادية، تنسيق السياسات. المهام الاجتماعية، أعمال الصحة والسكان، الطبقات الاجتماعية،
توزيع الدخل، حفظ التركيب الاجتماعي، المهام التعليمية والثقافية، البحث العلمي، تعليم الأطفال، الأنشطة الثقافية، الحفاظ على الثروة الفنية، العلم، الدار العمل قلت لك تطور اهوت ما قبل 1900، ومن 1900 و1940، من 1940 لحد دلوقتي هنا يقول لك ايه الحاجات القديمة. ابتدأ النهارده العلم تطور، تطور، وزي ما انت شايف قدامك هنا اشهر رواد الإدارة العامة: ويلسون، وايت، ماكس فيبر، لوثر جو ليك، هنري فايول. ادي من هو الرائد للإدارة العامة، وودرو ويلسون، دي اللي قلت لك 1887 اول واحد كتب في الإدارة العامة، وهوايت 26، وجي ماكس فيبر اللي هو الراجل بتاع النظرية البيروقراطية، ولوثر هوليك حدد أسس التنظيم الحكومي، وفايول هنري فايول، خدت بالك، الراجل الفرنسي بتاع الإدارة العلمية. الخصائص المنظمة للتنظيم البيروقراطي: التخصص، خدت بالك، الشكل الهرمي، خدت بالك، اللوائح المحددة، يتم التصرف، التعيين على أسس الكفاءة في الأعمال. وظائف في الهيئة اللي عند فايول اللي أنا قلت لك قسم لإيه؟ لست أنشطة: وظائف فنية، تجارية، مالية، اللي هي ايه، الوقائية والصيانة، المحاسبية، الوظائف الإدارية اللي هي التخطيط. مبادئ الإدارة عند فايول 14 مبدأ قلت لك تحفظهم زي ما ايه اسمك. خصائص الإدارة العامة: 1، تحقق الصالح العام، 2، تكامل أهداف الإدارة العامة، 3، تداخل هياكل التنظيم، 4، إنسانية الإدارة العامة، يعني علم من العلوم الاجتماعية اللي بتتعامل مع الإنسان، 5، صعوبة قياس الإنتاج، 6، الطابع السياسي للإدارة العامة، حتمية الإدارة العامة. خصائص الإدارة العامة: تحقيق الصالح العام، تكامل الأهداف، تداخل الهياكل التنظيمية، صعوبة قياس الإنتاجية، و إنسانية الإدارة العامة، حتمية الإدارة العامة، الطابع السياسي، بيئة الإدارة العامة، العلاقة العامة، علاقة الإدارة العامة والعلوم الأخرى، القانون الإداري، الناحية القانونية، الإدارة العامة وإدارة الأعمال، أوجه الاختلاف، قلت لك الفرق بينهم، الهدف مختلف، خدت بالك، وسائل تحقيق الأهداف مختلفة، مجال التطبيق مختلفة، المدى الزمني، المسؤولية، الاحتكار، المنافسة، أوجه التشابه بالاثنين، الغايات النهائية، تطبيق مبادئ الإدارة، الأدوات المشتركة. في فرق بين الإدارة العامة والإدارة الدولية، الإدارة العامة والعلوم السياسية، الأصل مشترك ديت الإدارة العامة وإدارة المنشآت. الإدارة العامة وإدارة الأعمال أوجه الاختلاف، الهدف من حيث وسائل تحقيق الأهداف، المرونة من حيث مجال التطبيق، العلاقات بالعلاقة بالسياسة العامة، من حيث المدى، من حيث المسؤولية، من حيث أوجه الشبه، الغاية الإيه اللي إحنا اتكلمنا عليه، مجالات التطبيق، الأدوار المشتركة. الإدارة العامة وعلم السياسة تنقسم علم السياسة إلى فرعون إلى فرعين: النظريات والحكم. هناك أوجه تقارب بين الاثنين، الأصل مشترك، التكامل، التداخل. أوجه الاستقلال، جوهر النشاط بين الاثنين مختلف، الثبات والأساس. الإدارة العامة والقانون الإداري، خدت بالك، القانون الإداري هو اللي بينظم عمل الإدارة العامة، القواعد القانونية اللي تنظم الصالح العام، علم مستقل له ارتباطه، يحكم الإدارة العامة نشاط يهدف إلى تحقيق الأهداف العامة، ترتبط بالقوانين. وظائف الإدارة العامة اللي هنتكلم: تقرير السياسة العامة، تنسيق، التنظيم، الرقابة، الإشراف. نيجي نتكلم على وظائف اللي اتكلمنا عن السياسية والإدارية والتنظيمية والرقابية والمالية، خدت بالك، والإشراف والعلاقة. مناهج الإدارة العامة: المنهج الإداري اللي اتكلمنا عليه، المنهج القانوني، المنهج الاجتماعي، المنهج البيئي، المنهج النظم، الهيكل. قلت لك إن المناهج دي متكاملة، ودول الشرح بتاعت المناهج اللي احنا اتكلمنا عليهم. وكده هنكتفي بكده النهارده، ولكن قبل ما اخلص هقول لك على بعض ايه الحاجات المهمه اللي انت هتحتاج. انا ايه الشيء دلوقتي اللي انت عايش عشانه؟ ايه شكل الاركيد؟ ده شكل الاسئله. جينا للمحطه الاخيره من المحاضره، دي بالنسبه للصحراء، ارتكزت بدايات ظهور علم الإدارة على تجارب العاملين، دي أول سطر. الإجابة صح، الإجابة صح، أهو هاخد من هنا وأحط لك الإجابة.
صح، يبقى دي نوع من انواع الاسئله. بس نجيب، اصبح القرن العشرين يسمى بقرن الاداره العامه. هنا برضو الاجابه دي صح. يبقى بنتكلم احنا على امور، ادى نوع الاسئله اللي هتجي لك، وبنيجي نتكلمك هنا بعد كده على انواع الاسئله. بنقول انواع السلطه، السلطه التنفيذيه، السلطه الوظيفيه، السلطه التشريعيه. هنقول ايه؟ كل ما سبق ليس شيء مما سبق. طب ما تدينا يا دكتور نموذج. هديك نموذج يا سيدي، مش هزعلك. انا هدي لك نموذج دلوقتي برضو من شكل من اشكال الاسئله اللي احنا هنتكلم عليه، والشكل اهو موجود معانا اهو يا عم. الاداره العامه الركيزه الاساسيه في الدوله، الاجابه صح. تعتبر السياسه جزء من الاداره العامه، الاجابه صح. ديت بنظريه واي اللي هنتكلم، اللي احنا ايه برضو بنتكلم فيه. نيجي بقى للشكل التاني اهوت هنتكلم فيه. يصعب اتخاذ القرارات، واحد لسهولة البدائل، ندرة البدائل، زيادة البدائل. هنتكلم على ان بنقوم حاطين خط تحت، دي اسمه الاختيار المتعدد. وفي المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هن ايه هنستعرض معاك كل هذه الامور بالتفصيل مع بعض. والشكل تاني برضو اهوت عشان برضو نختم مع بعض. من اصل لاتيني وتعني خدمة، اللي هي الادارة. يبقى اتحطت خط تحت الاداره. تعني النشاط الموجه نحو توفير التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين الاداره. نيجي نتكلم عليه. كل ديت حاجات عن الاداره. ونيجي نتكلم برضه اهي. اهي تتضمن جميع العمليات التهدف الى تنفيذ السياسه العامه، الاداره العامه. يبقى انت ايه انتقلنا هنا، نحط خط، ده اسمه الاختيار المتعدد. نيجي نتكلم. تعتمد على اساليب البحث العلمي في مجالات التخطيط والتنظيم والعلوم السلوكيه. ان الاداره بقت ايه؟ ان الاداره يبقى علم مش فن. لما نيجي انك تعتمد على الموهبه والقدره الشخصيه تبقى فن. دي نوع تاني من انواع الاسئله. وان شاء الله في المحاضره الجايه هنكمل مراجعه وندي النماذج النهائيه. انا النهارده في نهايه المحاضره لكم مني خالص التحيه وعظيم الاحترام، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله المحاضره القادمه هتكون اخر محاضرة. وبقول لكم ما تقلقوش، زي ما اتفقت معاكم في اول يوم شفنا بعض فيه، انا ملتزم باتفاقاتي وملتزم بوعدي، وانتوا تلتزموا بوعدكم وتذاكروا. احنا كل اللي عاوزينه منكم ان انتم تتفوقوا. المعهد ليس له هدف الا ان يوفر لكم كل الوسائل العملية التعليمية. ليه؟ على اساس يعني نخرجك كخريج لسوق العمل مؤهل علميا وعمليا. واحنا مهمتنا ان احنا بندي مادة علمية على اساس تكون طالب متميز. في نهاية محاضرتي لكم مني خالص التحية وعظيم الاحترام. كان معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد في مادة، في محاضرة مسجلة لطلاب الفرقة الأولى نظم معلومات، وتانية محاسبة في مادة الإدارة العامة. وحتى نلتقي لكم مني خالص التحية وعظيم الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.